فزاع الدولية. مشاهدينا الكرام، أكيد ننتظر أيضا السباق المهم والسباق القوي اللي راح يكون موجود بتواجد البطل الحاصل على 4 ميداليات في طوكيو البارالمبية الأخير، عنده إنجازات متميزة، لكن هني نشوف أكبر المشاركين وأعتاهم. بوثارات التايلندي أيضا يتواجد، صاحب الخبرة، توزعين حكام لهذا السباق. الانطلاق الآن بالنسبة لي 5000 متر. أخذ المركز الثاني، شوف التبادل بين المتسابقين، هذا يقدم وهذا يرد. بوثارات الآن أقرب واحد بالنسبة للركض العالمي هو هوك، موجود الأسترالي، أصغر لاعب في هذه المجموعة ولاعب جديد. شوف هناك الآن التسابق والاندفاع بالنسبة للمتسابقين، شوف التايلندي ودخول متميز بالنسبة لباروات التايلندي، جزء من الثانية أفضل من الرقم اللي مسجلنا قبل اللي كان في حوزته، كان 9 دقائق و53. نحن وإياكم بعد أن الفرق والمشاركين يأخذونهم من في ذلك، الآن هو أيضا يعني يعطي التعليمات والمعلومات للقادمين من المتطوعين الجدد. الله يعطيهم الصحة والعافية، فعلا بدونهم لن تنجح أيضا هذه البطولة، هم من أسباب لجنة التحكيم. الاستعداد الأخير والانطلاق الآن، الأمريكية بكل قوة، بريتني تقفز إلى المركز الأول، وشوف الانطلاقة بالنسبة لهذه الأمريكية، بعدها على طول سباق بين الثنائي الهندي و